السلام عليكم. من بعد ما شرحنا لامورتيسمون كونستون لامورتيسمون ديغريسيف، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتي ستابل. اذا على بركه الله، فكما كنعرفوا بلي الارباح ديال جميع الشركات فهما يا اما كيجيونا من لي برودوي ديكسبلواتاسيون، واللي كنقصدوا بهم الارباح الناتجه على الانشطه الرئيسيه اللي كتمارس الشركه. فممكن الشركه تكون خدامه في المجال ديال بيع السلع، يعني كدير لاشاد مارشونديز وكتعاود تبيع ديك المارشونديز اللي شرات، او لا ممكن تكون الشركه صناعيه، يعني هي اللي كتنتج دوك لي برودوي فيني. ممكن ايضا الشركه تكون خدامه في المجال ديال لي سيرفيس، يعني الشركه كتقدم خدمات وماشي سلع، بحال الشكل ديال لي زاسيغونس ولا الابناك ولا المحاميين ولا لي زوتيل ولا حتى دوك المكاتب ديال الاستشارات والدراسات، فهادو كاملين كيقدموا خدمات وماشي سلع. فمن بين الارباح ديال الشركه فكيكون عندها دي برودوي فينونسيير، يعني واحد المداخل ماليه، واللي يا اما كيجيونا من واحد البلاسمون اللي كنديروه في لابونك، يعني ممكن الشركه تكون بلوكات الفلوس ديالها في لابونك وكتاخد عليهم في لافان دو بيريود دي زانتيغي، او لا ممكن الشركه تكون شرات دي زاكسيون دي زوبليغاسيون دي تيتغ دو بارتيسيباسيون، واللي تا هما في التالي ديال العام يا اما كتاخد عليهم لي زانتيغي الا كانت شرات لي زوبليغاسيون، او لا كتاخد دي ديفيدوند الا كانت شرات لي زاكسيون او بيان لي تيتغ دو بارتيسيباسيون. مزيان. اذا في بعض المرات، يعني في واحد السنه في واحد ليكزيرسيس كونطابل، الارباح ديال الشركه كيكونوا ناقصين بزاف، يعني الشركه ما كتبقاش تبيع مزيان وكيكونوا عليها لي شارج كثار، يعني كتكون خسرات كثر من داكشي اللي ربحات، وفي نفس الوقت كيكونوا كيتسالوها الكريديات بزاف، يعني لونتربريز كيكون عندها واحد لو ديزيكيليبر في التريزوري ديالها، يعني واحد عدم التوازن في الميزانيه ديال هاد الشركه. فمن بين الحلول اللي كتقترح الشركه باش تقدر تواجه هاد العجز ولا هاد عدم التوازن، فيا اما كتنقص من البيرسونيل ديالها، يعني الناس اللي خدامين من عندها كتحاول تنقص منهم، او لا كتلتجئ لواحد الحل اخر واللي كيتسمى بلاسيسيون دي زيموبيليزاسيون، واللي باللغه العربيه كيتسمى تفويت الاصول غير التجاريه. فاحنا باش نبسطوا هذا المصطلح، حنا سميناها البيع ديال الممتلكات، يعني من بين الحلول اللي كيبقاو عندها كتنوض لونتربريز وكتبيع لي زيليمون داكتيف ايموبيليزي ديالها، يعني كتبيع الماتيريال باش كتخدم. فداك الشيء علاش حنا كتبنا هنا بلي لونتربريز ني با كريي بور فوندر سي زيموبيليزاسيون. Ce type d'opération a un caractère exceptionnel, ça veut dire non courant. يعني الشركة فهي ما تأسستش باش انها تنوض تبيع لي موبيليزاسيون ديالها، الشركة راه ماشي الهدف الرئيسي ديالها هو تنوض تبيع الماتيريال باش كتخدم. فداك الشيء علاش الا لونتربريز دارت هاد العملية ديال البيع او اللي كتسمى التفويت، يعني هذا هو العبارة الصحيحة ديالها، لحقاش فاش كنهضروا على شي سلعة اللي حنا كنشريوها باش نعاودوا فيها البيع، ففي هاد الحالة كنسميوها اون فونت، يعني بيع. اما فاش كتكون شي حاجه في الملك ديالنا، يعني شي حاجه حنا كنملكوها وكنفضلوا باش اننا نعاودو نبيعوها، ففي هذه الحاله كنهضروا على لا سيسيون او لا التفويت. فداك الشيء علاش هذه العمليه هذه كنسميوها واحد العمليه ذات طابع استثنائي اكسيبسيونيل سافوديغ نون كورون، يعني غير اعتياديه. فمن بين لي زيموبيليزاسيون القابله للبيع، يعني اللي ممكن لونتربريز تبيعهم، فكاينين عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل واللي كيتسمى باللغه العربيه التثبيتات المعنويه، يعني تثبيتات معنويه، يعني لونتربريز ممكن تبيع اي اليمون هنايا، ولكن بما اننا خدامين في لامورتيسمون فحنايا كان يعني ممكن نديرو لا سيسيون لجميع الحوايج اللي كاينين هنا، ولكن حنا كنخدمو فقط على لي زيليمون امورتيسابل. دونك هنايا في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل فراه من غير لو فون كوميرسيال ولا اللي كيتسمى الاصل التجاري، فراه اي حاجه كاينه تما ممكن نديرو ليها لا سيسيون ونحسبو عليها لامورتيسمون. ممكن ايضا نديرو لا سيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل او اللي كيتسموا التثبيتات الماديه، يعني بحال مثلا لي ماتيريال دو ترونسبور، لي ماتيريال انفورماتيك، الموبيلي دو بيرو اكسيتيرا، فهادو كاملين ممكن نبيعوهم ونحسبوا عليهم لامورتيسمون من طبيعه الحال، سوف لي تيغان، لحقاش الاراضي ما يمكنش هما تكون فيهم لامورتيسمون، من غير فقط الا كانوا عندنا دي تيغان دو جيزمون، يعني الا كانوا مثلا عندنا واحد الاراضي اللي كنستخرجوا منهم الذهب ولا شي حاجه بحال هكا، فدوك الاراضي مع الوقت فاش كيخواو من دوك الثروات اللي فيهم، ففي هذه الحاله كتكون فيهم لامورتيسمون. اما بالنسبه للاراضي بصفه عامه فهما راه كنطبقوا عليهم لي بروفيزيون. نفس الشيء بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، واللي غالبا كنلقاو فيهم لي تيتغ ايموبيليزي، لي زاكسيون، لي تيتغ دو بارتيسيباسيون، فبالنسبه لهادو فتا هما كنديروا عليهم لي بروفيزيون، يعني واخا كنبيعوهم ولكن راه ماشي هما الموضوع ديال الدرس ديالنا اليوم، لحقاش حنايا اليوم كنخدموا على لي زيموبيليزاسيون اللي كتطبق عليهم لامورتيسمون وكيفاش كندخلوها في لا كونطابيليتي ديالنا. فدونك الا مشينا لو بلون كونطابل لا كلاس 7 واللي هي لو كونط ديال لي برودوي، جو ميكسكيز هنايا،
اللي هي لو كونت دي برودوي، فكنلقاو باللي كتكون لينا من ثلاثه ديال العناصر الاساسيه. كاينين لي برودوي ديكسبلواطاسيون واللي قلنا هما الارباح الناتجه على يعني الانشطه اللي كدير الشركه، الانشطه الرئيسيه ديالها، بحال مثلا لا فونت دي بيان اي سيرفيس، او لا دوك لي برودوي اكسسوار، بحال الا مثلا الشركه كرات مثلا شي محل تابع ليها يعني بالاسم ديالها، ولا الا مثلا دارت واحد لوبيراسيون دو ترونسبور يعني تكلفات بالنقل ديال شي سلعه لشي شركه واحده اخرى، او لا الا مثلا كانت لونتربريز خدات دي كوميسيون، يعني الا لونتربريز دخلات في واحد العمليه ديال الوساطه، فراه دوك الفلوس اللي كتاخد كنحسبهم دي برودوي ديكسبلواطاسيون. كاينين لي برودوي فينونسيير واللي يلا عاد هضرنا عليهم، وكاينين عندنا لي برودوي نون كورون واللي هما الموضوع ديالنا اليوم، اللي كنلقاوهم كاينين في هاد لو بوست ديال 751 برودوي ديسيسيون دي زيموبيليزاسيون. فكاينين عندنا البرودوي ديسيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل يعني الغير ملموسه ولا المعنويه، كاينين الكوربوريل واللي هما الماديه، وكاينين لي زيموبيليزاسيون فينونسيير واللي هما الماليه، وهما ماشي الموضوع ديالنا اليوم لحقاش كما قلنا هما داخلين في لي بروفيزيون. فدونك لونغوجيسترومون كونطابل دو لا سيسيون سا فو دير لا فونت دان اكتيف ايموبيليزي امورتيسابل بو سيفيكتويي جينيرالمون اون تخوا ايتاب سوكسيسيف. دونك حنايا فاش كنبيعو واحد ليموبيليزاسيون امورتيسابل فحنا كندوزوها في ثلاثة ديال الخطوات اساسيين. فالخطوة الأولى اللي كنديروها هي في النهار ديال السيسيون، يعني النهار ديال البيع اشنو كندخلو في لا كونطابيليتي ديالنا. فأول حاجة كنديروها هي كنديرو في الكريدي برودوي دي سيسيون، فهنايا انا خدمت بهاد لو بوست ديال 751 فبقات هنايا هاد البلاصه، فهي على حساب واش بعنا واحد لي موبيليزاسيون كوربوريل ولا انكوربوريل. اما في الدي بي يعني حنا شنو كنعرفوا الا رجعنا لي برينسيپ يعني بازيك ديال الكونطابيليتي، فحنا كنعرفوا بلي الدي بي يا اما كنديروا فيه النفقات ديالنا ولا المصاريف ديالنا، اولا كنديروا فيه داكشي اللي دخل للصالح ديالنا يعني الممتلكات ديالنا. فبما انه حنايا كنبيعوا شي حاجه اللي كنا كنملكوها يعني راه كنخرجوها من عندنا، دونك داكشي علاش درنا هاد لوكونط في الكريدي، وكنديبيتيو لا بونك الا تخلصنا يعني بارشيك بونكير، اولا كنديبيتيو لا كيس الا تخلصنا بليسبيس، اولا الا كنا بعنا بالكريدي جو ميكسكيز، فحنا كنديبيتيو هاد لوكونط 3481 كريون سيرسيسيون دي موبيليزاسيون. هذه بطبيعه الحال الا كان هاد البيع في واحد لا بيريود قل من عام، اما الا كانت اكثر من عام يعني الا بعنا اكريدي مثلا لواحد المده اللي فايت عام، ففي هذه الحاله راه ممكن نستعمل واحد لو كونط اللي كاين في لا كلاس 2 واللي هو 2487 كريونس ايموبيليزي. هذه اول اكريتور كنديروها اللي خاصه بالسيسيون يعني بالبيع. ثاني اكريتور هذه ما كنديروهاش في النهار فاش بعنا، ولكن كنديروها حتى لانفونتير يعني حتى التالي ديال العام. اشنو كنديرو؟ كنديرو واحد الحاجه اللي كتسمى بلا دوطاسيون كومبليمونتير، يعني كنشوفو هاد لي موبيليزاسيون قبل ما نبيعوها وقبل ما تخرج من عندنا، فحنا راه ولا بدا كنحسبوا لا دوطاسيون ديالها ديال هاد العام، يعني شحال خسرات يعني شحال نقصت القيمه ديالها فاش كانت عندي في هاد العام. فداك الشيء علاش كنديبيتيو هاد لوكون ديال دوطاسيون ديكسبلواطاسيون هنايا، خليت هذه على حساب اشنو عندنا، وكان كريديتي ولو كان كريديتي ولا مورتيسمون دي زيموبيليزاسيون، وتا هذه على حساب اشمن ايموبيليزاسيون اللي حنايا كنديروا ليها هاد لا دوطاسيون. فالخطوه الثالثه اللي كاينه عندنا واللي حتى هي كتكون في لانفونتير واللي هي لا سورتي دو لي موبيليزاسيون. فحنا كما كنعرفوا راه هاد لي موبيليزاسيون هادي نهار شريناها فراه كتكون عندنا يعني في لاكتيف ديالنا يعني في الملك ديالنا. فنهار هاد لي موبيليزاسيون كنخرجوها من عندنا، فاشنو كنديروا؟ كيخصنا نسولديو داك لو كونط ديالها، يعني بما ان هاد لي موبيليزاسيون نهار تشرات كنديروها في الدي بي لحقاش قلنا بلي الدي بي كنديروا فيه الممتلكات ديالنا، فدونك نهار كتباع فحنا راه كنديروها في الكريدي افيك لا فالور دوريجين ديالها. بالنسبه لي كونط دو دي بي فحنا راه كنديبيتيو لاموغتيسمون دي زيموبيليزاسيون واللي هو لو كيميل دامورتيسمون، يعني شحال جمعات هاد لي موبيليزاسيون عندي ديال لاموغتيسمون من النهار فاش تشرات حتى النهار فاش تباعت مع هاد لو كونط ديال لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي على حساب اشنو بعنا. فدونك هادشي كامل باش نقدروا نفهموا غادي نشوف واحد ليكزومبل، ولكن كاين هنا واحد الحاجه مهمه بزاف اللي بغيت نهضر عليها واللي هي لو ريزولتا دو سيسيون، يعني النتيجه ديال هاد البيع. فحنا من بعد ما كنبيعوا شي حاجه اللي كانت في الملك ديالنا كيخصنا نعرفوا راسنا واش حنا رابحين ولا خاسرين في ديك لي موبيليزاسيون. فحنا كيفاش غادي نقدروا نعرفوا هاد لو ريزولتا دو سيسيون يعني هاد النتيجه ديال التفويت اولا ديال البيع؟ اشنو كنديروا؟ كناخذوا لو بري دو سيسيون يعني الثمن ديال البيع ناقص لا في ان ا. لا في ان ا كنا ديجا شرحناها في الحلقات اللي فاتوا وقلنا بلي هي لا فالور نيت دامورتيسمون، اولا كنقصدوا بها لا فالور اكطويال ديال هاد لي موبيليزاسيون، يعني حاليا كونطابلومون شحال ساويه عندي هاد لي موبيليزاسيون. فهنايا الا كان الثمن ديال البيع اكثر من القيمه الحاليه ديالها ففي هاد الحاله كنهضروا على بلي فاليو، يعني في هاد الحاله كنقولوا بلي حنا لي موبيليزاسيون عندنا راه ساويه واحد الثمن،
اما حنايا راه بعناها بواحد الثمن اكثر، ففي هذه الحاله عندنا بلي فالي، يعني حنايا راه رابحين. اما الا كان العكس، يعني الثمن باش بعناها راه قل من الثمن اللي ساويه هي حاليا، ففي هذه الحاله راه كنقولوا بلي عندنا موان فالي، يعني حنايا راه خاسرين. كما قلنا باش نفهموا هذا الشيء غادي نشوفوا واحد ليكزومبل. هنا قالوا لينا بلي في 2017، يعني في 15 نوفمبر، قالوا لنا بلي لونتربريز فامي صارل شرات واحد لو ماتيريال دو ترونسبور بالثمن ديال 144 الف درهم اور تاكس، تي في 20%. وفي 28 في شهر 7 2020 هاد لونتربريز قررت باش انها تبيع هاد لو ماتيريال بالثمن ديال 70 الف درهم، وتخلصت بواحد الشيك بونكير. فبالنسبه للامورتيسمون ديال هاد الماتيريال، يعني من نهار تشرى عند لونتربريز حتى نهار باعتو، فراه لونتربريز كانت كتطبق لو سيستيم كونستون، يعني كانت خدامه بلا ميثود لينيير، ولا دوري دو في ديال هاد الماتيريال فهي سانكون. فدونك في ترافاي افير قالوا لينا اونغوجيستري لي زيكريتور غولاتيف ا لا سيسيون، يعني غادي نديرو جميع لي زيكريتور اللي متعلقين بالبيع ديال هاد الماتيريال، وقالوا لينا باش اننا نحسبوا لو ريزولتا دو سيسيون. فدونك غادي نشوفوا دابا التصحيح ديال هاد التمرين. فكما قلنا فوق ما نبغيو نخدمو شي تمرين، اول حاجه كنديروها هي كنحطوا المعطيات الاساسيه اللي كاينين عندنا في التمرين. اول حاجه هي لا دات داكيزيسيون، يعني التاريخ ديال الشراء ديال هاد الماتيريال. ثاني حاجه لا فالور دوريجين. من بعد لامورتيسمون، يعني اش من مود دامورتيسمون كنطبقوا، واش كونستون ولا ديغريسيف. من بعد الدوري دو في، فبما انه حنا عندنا هنايا 5 سنين، فكما كنا شفنا في الدرس ديال لامورتيسمون كونستون قلنا الا كانت لا دوري دو في ديال هاد لي موبيليزاسيون هي 5 سنين، فحنا كنديروا 100 مقسومه على 5 سنين، اولا كنديروا 1 مقسومه على 5 سنين وكنضربها في 100% في 100 جو ميكسكيز باش تعطينا هذاك، يعني باش يخرج لنا لو بورسونتاج يعني بالنسبه مئويه. اولا ممكن نديروا 1200 كنقسموها على 60 شهر، يعني كناخذوا هاد 5 سنين كنضربوها في 12 شهر وكنحولوا السنوات الاشهر. فاذا هنا اول خطوه كنبداو بها كما قلنا، واللي هي ليكريتور دو سيسيون، يعني دابا كندخلوا هاد، يعني هاد الماتيريال اللي بعناه كنحاولوا نبينوا هنايا بلي راه بعناه، وهاشنا هو لو مويان دو ريغلومون باش تخلصنا. فدونك هاد الماتيريال اشنو درنا؟ فاحنا كريديتينا لو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني راه بعنا واحد لي موبيليزاسيون كوربوريل، بعنا واحد التثبيت مادي، يعني شي حاجه ملموسه واللي كانت في الملك ديالنا. فهنايا كنديروا لو بريسيسيون اللي هو 70 الف درهم. فبطبيعه الحال بما اننا تخلصنا بشيك بونكير، يعني هاد لو شيك راه دخل عندنا لونتربريز، وكاع لي زونطري راه كيكونوا عندنا في الديبي، فداك الشيء علاش ديبيتينا لا بونك مع لو مونطون ديال 70 الف درهم. وبالنسبه اللي بالي، يعني التعليل ديال هاد العمليه، يعني شنو درنا فيها، فحنا كنكتبوا سيسيون دو ماتيريال دو ترونسبور، يعني راه شنو كاين في هاد العمليه، هو اننا بعنا واحد الماتيريال دو ترونسبور. هذه اول حاجه. بالنسبه للخطوه الثانيه، يعني دوزيام ايطاب، فحنا قلنا بلي كيخصنا نحسبوا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال 2020، يعني هاد الماتيريال في هاد العام فاش تباع كنشوفوا شحال من شهر دوز عندي، ومن بعد كنحسب له لا دوتاسيون ديالو. فحنا كنا شفنا في الدروس اللي فاتوا بان الطريقه باش كنحسبوا لا دوتاسيون، فهي كناخذوا لا فالور دوريجين واللي هو الثمن ديال الشراء مضروب في لوطو مضروب في ام، يعني النومبر دو موا اللي دوز عندي في هاد العام مقسومه على 12. فاذا هاد الماتيريال حنا شريناه ب 144 الف درهم، وهي اللي كاينه عندنا في المعطيات، ضربناه في 20% واللي قلنا درنا 100 مقسومه على الدوري دو في ديالو 5 سنين غادي عطاتنا 20%، وضربناها في 7 شهور لحقاش هاد الماتيريال راه بعناه في شهر 7، اذا دوز عندنا 7 شهور في هاد العام، ومن بعد قسمناها على 12 عطاتنا 16800. هاد 16800 كندخلوها في هاد لوكون ديال دوتاسيون او زامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، يعني هادي هي اللي دخلات في لي شارج ديالي، وهي اللي غادي تساهم باش تنقص ليا لو ريزولتا كونطابل ديالي، يعني غادي نخلص واحد المبلغ ديال الضريبه قليل، لحقاش راه تزاد ليا المبلغ ديال 16800 درهم، يعني كعباره على واحد لا شارج ولا واحد النفقه ولا واحد الخساره اللي تعرضت ليها الشركه. وفي المقابل كان كريديتيو هاد لو كونط ديال لامورتيسمون دي ماتيريال دو ترونسبور، واللي هو حتى هو ب 16800، وفي اللي بالي كنكتبو دوتاسيون كومبليمونتير. دابا غادي نشوفو الخطوه الثالثه واللي مهمه بزاف، واللي قبل ما غادي نشوفو لو جورنال ديالها، فاحنا شنو قلنا فاش كنشريو واحد الماتيريال دو ترونسبور، اول خطوه فين كندوزو هي في لي كونط شيماتيك، يعني كنديرو له لو كونط شيماتيك ديالو. فداك الشيء علاش حنا درنا 2340 ماتيريال دو ترونسبور، وفي الدي بي يعني في هاد لابارتي اللي هنايا كنديرو لا فالور دوريجين، الثمن شحال باش شريناه مع النهار امتى شريناه، يعني النهار والشهر والسنه. مزيان، فبما انه هاد الماتيريال حنا بعناه، يعني وحنايا كيخصنا نبينو للدوله بان هاد الماتيريال راه مابقاش عندي في لو بيلون ديالي،
فراه الا كنت انا مثلا كونطابل ماشي غادي نجي يعني لو كونت شيماتيك ولا لو غرو ليفغ اللي كاين في لونتربريز ماشي غادي نجي وغادي نضرب على هاد 144 الف وصافي راه غادي نبين بلي الماتيريال تباع. فراه هنايا كيخصنا ندير واحد الحاجه اللي كتسمى غادي نسولديو هاد لو كونت، يعني هاد 144 الف اللي درناها في الديبي فراه كيخصنا نديروها في الكريدي. فهاد العمليه الا درناها هكا فهادي كتعني بلي الماتيريال دو ترونسبور راه خرج من عندي، يعني ما بقاش في وسط لونتربريز. وكما كتشوفوا الا درنا 144 الف ناقص هاد 144 الف فغادي تخرج لينا زيرو، وهذا الشيء اللي كيعني بلي هاد لو كونت غادي تحيد لينا من لو بيلون ديالنا. فداك الشيء علاش غادي نجيو دابا غادي نرسمو الجورنال ديالنا واللي غادي يكون على هذا الشكل. فهنايا درنا التاريخ ديال لانفونتير يعني شهر 12 31 ديال 2020، من بعد درنا في الكريدي ماتيريال دو ترونسبور مع لا فالور دوريجين ديالو. دابا مزيان، فبالنسبه لهذا الماتيريال دو ترونسبور قلنا باللي حنا خرجناه من لو بيلون ديالنا، فبطبيعه الحال هذا الماتيريال من نهار شريناه حتى النهار فاش بعناه فراه حنا كنا كنحسبوا عليه دي زامورتيسمون في كل عام، يعني دوك لي زامورتيسمون كانوا كيتكيمولاو في كل عام، كانوا عام على عام كيزيدوا يتجمعوا. فراه حنايا فاش بعنا هاد الماتيريال كيخص حتى دوك لي زامورتيسمون ديالو نجمعوهم كاملين وحتى هما نخرجوهم من لو بيلون ديالنا. فداك الشيء علاش كنديروا لهم حتى هما لو كونت شيماتيك ديالهم واللي هو 2834 امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، واللي كنديروا فيه جميع لي دوتاسيون اللي سجلنا من نهار دخل عندنا هاد الماتيريال حتى نهار بعناه. فهنايا هادو كيفاش درنا تحسبناهم، فهادي راه هي الدوتاسيون ديال العام الاول، فبما انه الماتيريال دوز عندي شهرين فراه خديت لا فالور دوريجين ديالو ضربتها في شحال من شهر دوز عندي وضربتها في 20%. هنايا العام الثاني والثالث دوز عندي عام كامل، وبالنسبه للعام الرابع فدوز غير 7 شهور وبعتو. فبما انه حنايا راه ما عارفينش يعني الا جينا نديرو الحساب يعني الحساب الثقيل فراه غادي خصنا نبداو نحسبو في كل عام شحال ديال الدوتاسيون دوزات عندي عاد باش نقدر نلقى لو كيميل دامورتيسمون. ولكن حنايا بما انه خدامين في لا ميثود كونستون فراه كاينه واحد الطريقه اللي مختصره بزاف باش نقدروا نحسبوا لو كيميل دامورتيسمون، واللي هي اشنو كنديروا، كنديروا لا فالور دوريجين الثمن ديال الشراء مضروب في لوطو مضروب في ام توتال، يعني شحال من شهر دوزات عندي لي موبيليزاسيون من النهار فاش شريتها حتى النهار فاش بعتها وكنقسم على 12. فإلى درنا التطبيق العددي غادي تجينا على هذا الشكل، يعني لو ماتيريال دوز عندنا 33 شهر يعني شهرين في 2017، 12 شهر في 2018، 12 في 2019 و 7 شهور في 2020. فمن بعد ما حسبناها عطاتنا 79200. فدونك حنا شنو قلنا، قلنا بلي هاد لي زامورتيسمون فهما كيتجمعوا في الكريدي، لحقاش حنا فاش كنجيو نبريزونطيو لو بيلون ديالنا فراه هو كما قلنا كيتكون من ثلاثه ديال الخانات، كاينه الخانه ديال البغيت واللي كنديروا فيها لا فالور دوريجين، كاينه الخانه ديال لامورتيسمون واللي كنديروا فيها هاد لو كيميل دامورتيسمون، عاد من بعد كاين لونيت واللي كنديروا فيه الفرق ما بيناتهم. فدونك حنايا راه حتى المجموع ديال هاد لي كيميل دامورتيسمون فراه حتى هما كيخصهم يتسولداو، يعني كاع داكشي اللي كان في الكريدي راه كيخصو يرجع للديبي باش نقدروا نخرجوا هاد لو كيميل دامورتيسمون من لو بيلون ديالنا. فداك الشيء علاش جمعناهم وعطاتنا 79200 ودرناها هنايا في الديبي. فداك الشيء علاش هاد الشيء اللي حنا درناه في الكونت شيماتيك غادي خصنا ندخلوه في الجورنال ديالنا. داك الشيء علاش درنا لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور درناها في الديبي افيك لو مونطون ديال 79200 درهم. فتال دابا كنلاحظوا بانه راه كاين عندنا واحد ديزيكيليبر في الجورنال، يعني لو برينسيپ دو بارتي دوبل مازال ما تحقق، يعني داك البرينسيپ اللي كيقول لنا بلي التوتال ديال الديبي كيساوي التوتال ديال الكريدي راه مازال ما كاين هنايا. فباش حنا نقدروا نديروه اشنو كنديروا، كيخصنا نديروا واحد لو كونط اللي غادي يكون في الديبي واللي هو لا فين ا ديزي موبيليزاسيون كوربوريل سي دي. فبالنسبه لهاد الفين ا هادي كيفاش غادي نديروا حنا نحسبوها، حنا كما كنا شفنا في الحلقات اللي دازو باش نقدروا نحسبوا لا فين ا كناخذوا لا فالور دوريجين واللي هي الثمن شحال باش شرينا واللي في هذه الحاله عندنا 144000 ناقص لو كوميول دامورتيسمون، يعني شحال جمعت عندي هاد لي موبيليزاسيون ديال لامورتيسمون من نهار تشرات حتى النهار فاش بعتها. فدونك هاد الكوميول دامورتيسمون عندنا من بعد ما حسبناه كان هو 79200. فداك الشيء اللي غادي نديرو خدينا لا فالور دوريجين نقصنا منها لو كوميول عطاتنا 64800 درهم. فهاد لو مونطون هذا اللي خرج لينا فراه هو اللي كنديروه في لو كونت شيماتيك ديالنا وكنديروا معاه بيان سور التاريخ ديال لانفونتير ديالنا، وهاد لو كونت فهو اللي كنزيدوه في الجورنال باش نقدروا نحققوا لو برينسيپ دو بارتي دوبل. وبالنسبه لي بالي فاحنا كنكتبوا لا سورتي دي ماتيريال دو ترونسبور، يعني راه هاد الماتيريال دو ترونسبور راه صافي خرجناه من لو بيلون ديالنا بواحد الصفه نهائيه. دابا غادي نشوفوا السؤال الثاني واللي طلبوا منا باش اننا نحسبوا لو ريزولطا دو سيسيون، يعني باش نشوفوا راسنا واش حنا في هذا الماتيريال رابحين ولا خاسرين. فاحنا كنا قلنا باش نقدروا نعرفوا راسنا واش رابحين ولا لا
كنديرو لو بريديسيون يعني الثمن ديال البيع ناقص لا فين ا ولا لا فالور اكطويل ديال هاد لي موبيليزاسيون حاليا يعني شحال ساويه. فبالنسبه للثمن ديال البيع عندنا هو 70000 درهم وبالنسبه لا فين ا عندنا من بعد ما حسبناها في هذا العام فهي 64800 درهم. فدونك هنايا كنلاحظوا بلي البريديسيون هو اللي كبير والفرق بيناتهم خرجينا بالبلوس وعطانا واحد الفرق ديال 5200 درهم. فهنايا الا طلبوا منا ندير واحد لانتربريتاسيون يعني واحد الوصف ديال هذه النتيجه اللي خرجت لينا فاحنا كنقولوا بلي عندنا واحد البلي فاليو ديال 5200 درهم يعني راه حنايا راه ربحنا في هذا لو ماتيريال. فقبل ما نساليو لوكور ديالنا بغيت نقول بانه في حاله ما اذا كانوا عطاونا مثلا لامورتيسمون ديغريسيف فراه هاد الفورمول هادي راه ما كتبقاش صالحه فيها يعني هاد الفورمول ديال الكوميل دامورتيسمون باش نجيو نحسبوه هنا راه ما كتكونش هاد الفورمول خدامه في لامورتيسمون ديغريسيف. فداك الشيء علاش الا طلبوا منا نديروا واحد السورتي دي موبيليزاسيون في لامورتيسمون ديغريسيف فراه كيخصنا ولا بد نخدموا لو طابلو دامورتيسمون يعني ما غاديش نجيو نديروا غير هاد لي فورمول وانما كيخصنا لو طابلو. كاينه واحد الحاجه واحده اخرى واللي هي الا قالوا لينا بلي مثلا هاد لو ماتيريال اي توتالمون امورتي. اشنو كنقصدوا بتوتالمون امورتي؟ يعني بلي لا فالور دوريجين ديالو مثلا هي 144000 فراه هاد لامورتيسمون ديالو يعني اللي كانت كتجمع عام على عام عام على عام فراه ولات كتساوي لا فالور دوريجين يعني الفرق ما بيناتهم يعني الا درنا 144000 ناقص داك لو كوميل دامورتيسمون ديال 144000 فغادي تعطينا زيرو يعني هاد لو ماتيريال راه توتالمون امورتي يعني راه صافي راه عنده واحد الاهتلاك كامل. ففي هذه الحاله احنا اشنو كنديرو؟ ما كنديروش كاع هاد لي زيكريتور اللي كنا ديجا شفناهم هنايا يعني دوك لي زيكريتور ديال النهار ديال السيسيون من بعد الدوتاسيون وعدد لا سورتي وانما فقط كيكونوا جوج ديال لي زيكريتور. الاولى كتكون ديال النهار ديال البيع يعني كنبينوا في الجورنال ديالنا باننا راه بعنا هاد لو ماتيريال وهشنا هو لو ميان دو ريغلومون. والحاجه الثانيه اللي كنديروها هي هاد لي كريتور اللي عندنا هنايا ولكن هاد لو كونط ديال لافين ما كيكونش. علاش؟ لحقاش لو ماتيريال دو ترونسبور كيكون داخل بلا فالور دوريجين ديالو وبالنسبه لهاد لامورتيسمون دي ماتيريال دو ترونسبور اللي قلنا كيكون فيها الكوميل فراه حتى لو مونطون اللي كيكون فيها راه كيساوي لا فالور دوريجين يعني راه الا درنا الفين ا راه غادي تكون القيمه ديالتها زيرو يعني ما كاينلاش نديرو هاد لو كونط ففقط كنقتصرو غير على هاد جوج ديال لي كونط اللي كاينين هنايا. فتال هنا غادي يكون الفيديو ديالنا سهله. ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين او بارطاجيو مع